وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة تحكم السيطرة على مجموعة من التلال شمال شرق تدمر وتقضي على عدد من إرهابيي تنظيم داعش. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يؤكد أن الدول الغربية تريد تدمير سوريا. وزير النقل الصهيوني يدعو لإعدام الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام. نشرة الثانية عشر ظهرا، أهلا بكم. أكد موفد الإخبارية السورية أن الزبداني خالية من الإرهاب بعد خروج آخر دفعة من الإرهابيين باتجاه إدلب. مباشرة ننتقل إلى ربيع ديبي موفد الإخبارية من الزبداني. مرحبا بك ربيع. نعم، تحية لك لون. ربيع، آخر تطورات لديك من هناك؟ نعم، منطقة الزبداني لور خالية من الإرهاب التي تبلغ مساحتها 50 كيلومتر مربع بالكامل، هي خالية من الإرهاب وتحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري ابتداء من منطقة سرغايا وصولا إلى بلدة الزبداني، إضافة إلى مضايا وبقين والبكية والروضة. كل هذه المناطق باتت خالية من الإرهاب وتحت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. خلفي ومن هذه النقطة قبل قليل خرجت 10 حافلات وهي الدفعة الأخيرة لمسلحي جبهة النصرة وحركة أحرار الشام، والذي يبلغ عددهم بحدود 500 مسلح مع عائلاتهم، خرجوا باتجاه مدينة حلب، وبذلك باتت كل المنطقة تحت عهدة رجال الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي. كما قلت لك لور، 300 مسلح سيخرجون خلال الساعات المقبلة من منطقة لم تقبل تسوية أوضاعهم من منطقة وادي بردة القريبة، وقد يخرجوا خلال الساعات القادمة. تزامنا مع هذه العملية خرج أهالي كفريا والفوعة من نساء وأطفال ورجال الدفعة الأخيرة والتي تقدر ب3000، وصلوا إلى معبر الراشدين في مدينة حلب. تنتظر عملية التبادل بعد وصول أهالينا كفريا والفوعة إلى منطقة خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية في منطقة الراشدين، وصول الدفعة التي باتجاه معبر الراموسة، ومن ثم في ساعات الليل قد يصار إلى عملية دخول المسلحين مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم إلى الريف الغربي من حلب، ومن ثم دخول أهالينا في كفريا والفوعة إلى مناطق تحت سيطرة الجيش العربي السوري. وبذلك تكون قد انتهت اتفاقية البلدات الأربعة وأعلنت سيطرة رجال الجيش العربي السوري. نعم ربيع ديبي موفد الإخبارية إلى الزبداني، شكرا جزيلا لك. نتابع مشاهد موفد الإخبارية إلى الزبداني، شكرا جزيلا لك. مع بعض عائلتهم من منطقة الزبداني بريف دمشق. أكد مصدر عسكري أن وحدات من القوات المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة تواصل مطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي في محيط مدينة
مدمر وتحكم سيطرتها على مجموعة من التلال في محيط جبل القطار شمال شرق المدينة ب 25 كيلومتر وتقضي على عدد من إرهابي التنظيم وتدمر أسلحتهم وعتادهم. وحدات من الجيش العربي السوري تصد هجوم الإرهابي داعش على محور أثريا منطقة وادي العذيب وتفجر سيارتين محملتين بالذخيرة. كانت الجماعات الإرهابية بالريف الشمالي لحما تحاول نقلها لإرهابي داعش في الجنوب، وهذه مشاهد خاصة للإخبارية من المنطقة. أحكمت وحدات من الجيش سيطرتها الكاملة على سد أبو قلة شمال غرب المحطة الرابعة بريف تدمر بعد القضاء على العشرات من إرهابي داعش. إلى ذلك نفذت وحدات الجيش العاملة في دير الزور على الاتجاه الغربي عدة ضربات لإرهابي تنظيم داعش في محيط جبهة المقابر، ما أدى إلى مقتل عدد من إرهابي التنظيم. جولة على أبرز الأخبار الميدانية في هذا التقرير. في إطار عملياتها المستمرة على أكثر من محور، نفذت وحدات الجيش رمايات مركزة نفذتها على تحصينات وتجمعات لتنظيم جبهة النصرة، قضت خلالها على عدد من إرهابيي التنظيم في منطقة درعا البلد. مصدر عسكري أكد أن الرمايات المركزة دمرت للإرهابيين نقاطا محصنة للرمي بالأسلحة الرشاشة والقناصات في حي طريق السد وجنوب خزان الكرك وشرق دوار المصري وحارة الفرن في درعا. أيضا وخلال العمليات المتواصلة لوحدات الجيش في جنوب حي المنشية، سقط أكثر من 10 قتلى ومصابين من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي. جنوبا أيضا دمرت وحدات الجيش سيارة دوشكا وقتلت 4 إرهابيين بداخلها باستهداف تحركها على اتجاه سعسع بيت جن في ريف دمشق. وكانت وحدات الجيش أحبطت هجوما لمجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة النصرة على نقاط عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية ومحيط بلدة خان أرنب في ريف القنيطرة الشمالي إلى ريف حمص الشرقي، حيث أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة هناك هجوما لمجموعات إرهابية من تنظيم داعش الإرهابي من اتجاه فتحة المحسة والثنية المزيبلة وسد القريتين على النقاط العسكرية في المنطقة. أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف أهالي بلدتي كفرية والفوعة في منطقة الراشدين بحلب. إلى ذلك أدانت إسبانيا وكازاخستان التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلات أهالي كفرية والفوعة في منطقة الراشدين بحلب. إلى ذلك انتقد الكاتب البريطاني روبرت فيسك ازدواجية المعايير الأمريكية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. لليوم الرابع تتوالى الإدانات الدولية للتفجير الإرهابي الذي استهدف أطفال ونساء بلدتي كفرية والفوعة في منطقة الراشدين بحلب. التفجير الغادر الذي استهدف المدنيين الأبرياء أثبت انعدام الإنسانية لدى هؤلاء الإرهابيين، كما قال بيان للخارجية الكازاخستانية الذي أشار إلى ضرورة مكافحة الإرهاب بلا هوادة
ودعا إلى إنشاء شبكة تحالف عالمية ضد الإرهاب. ورغم امتناع دول العدوان بقيادة واشنطن عن الإدانة، فإن دولاً كإسبانيا وتشيكيا أدانتا التفجير الإرهابي بشدة. وزير الخارجية التشيكي لوبومير زاوراليك أدان التفجير وأكد ضرورة البحث عن حل سياسي للأزمة في سوريا وتوحيد القوى في الكفاح ضد الإرهاب. كما أدانت الحكومة الإسبانية في بيان لوزارة الخارجية التفجير الإرهابي، ودعت أيضاً لمكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا عبر الحوار، وذلك تماشياً مع مقررات مؤتمر جنيف والقرار 2254. أما الكاتب البريطاني روبرت فيسك فقد سخر من امتناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يدعي اهتمامه بأطفال سوريا عن إدانة التفجير الإرهابي. فيسك تساءل في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن سبب عدم اكتراث ترامب رقيق القلب بأطفال كفريا والفوعة الذين وقعوا ضحايا التفجير الإرهابي، مضيفاً: التفجير أودى بحياة العديد من الأطفال، لكن لم يصدر سوى الصمت من أولئك الذين يدعون حماية قيمنا الأخلاقية. وخاطب فيسك الذين لاذوا بالصمت بعد هذه الجريمة: ألا يشعرون بالعار؟ ألم تستحق هذه المجزرة التي استهدفت أناساً أبرياء الدموع والغضب؟ أكد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف إدانته للعدوان الأمريكي على الأراضي السورية ووصفه بأنه انتهاك للقوانين الدولية. قديروف حذر من مخططات الدول الغربية ضد سوريا قائلا: إن الدول الغربية تريد تدمير سوريا دون ضمير أو شرف كما دمروا ليبيا والعراق. النشرة مستمرة وفيها: مقتل جندي وإصابة آخرين بهجوم إرهابي قرب دير سانت كاترين جنوب سيناء. أهلا بكم من جديد. تجمعت أحزاب وقوى وشخصيات وطنية لبنانية في مقر السفارة السورية بالعاصمة اللبنانية بيروت تعبيرا عن وقوفهم مع الجمهورية العربية السورية وأهالي كفريا والفوعة في مصابهم الأليم. في وقفة تضامنية مع الجمهورية العربية السورية، اجتمعت الأحزاب والقوى وشخصيات الوطنية والإسلامية اللبنانية والفلسطينية في مقر السفارة السورية ببيروت تعبيراً عن إدانتهم للجريمة التي استهدفت المدنيين الأبرياء من أهالي كفريا والفوعة في حي الراشدين بحلب، وذلك بحضور سفير الجمهورية العربية السورية الدكتور علي عبد الكريم علي. الدكتور علي أكد أن ما تقوم به سوريا هو دفاع عن سيادتها وذاتها ودفاع عن الأمة وقضيتها الأساسية فلسطين. كل ما تقوم به سوريا تقوم به باقتناع، دفاعا عن ذاتها ودفاعا عن أمتها وانتسابا إلى كرامة لا ترى أساسا لوجودها أو لوجود الأمة إذا لم تقف هذا الموقف. المشاركون في الاجتماع أكدوا أن سوريا كانت دائما إلى جانب لبنان في كل المحن التي تعرض لها، ومن حقها على جميع شرفاء الأمة أن يقفوا معها ضد الحرب الإرهابية الكونية التي تستهدفها. ما يحدث اليوم على الأراضي العربية السورية هو نفسه ما حدث من مؤامرة
على الأراضي اللبنانية. فالوجع السوري هو وجعنا جميعا، كما أن الوجع اللبناني كان وجع سوريا الدائم، فوقفت إلى جانبنا جميعا في كل الفترات. إننا نؤكد مرة أخرى أن هذه الحقائق الثلاث ينبغي أن تطفو على سطح مواقفنا في مجابهة هذا التآمر المشترك من الاستعمار وعملائه وأتباعه وخدامه. لا نؤمن إلا بالبندقية والمقاومة كحل وحيد مع هذه الجماعات الإرهابية. المعركة ستستمر حتى استئصالهم، وبعد استئصالهم نذهب مع من هم شرفاء يريدون التغيير الحقيقي في سوريا على أسس الديمقراطية الحديثة وبناء سوريا حديثة، وممن لم تتلوث أيديهم بدماء الجيش العربي السوري والشعب السوري، لنجلس معا ونقرر ما هو مستقبل سوريا. مسؤول المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أبو عماد رامز أكد بدوره على أن وجودهم في السفارة السورية ليس فقط لأنهم فلسطينيون، بل للتأكيد على الوقوف إلى جانبها في جميع المناسبات والمحافل. الوقفة التضامنية التي شارك فيها عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية أكدت من جديد على أن هذه القوى ستبقى مع سوريا يدا واحدة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي يستهدفها. جددت الجزائر مواقفها الثابتة تجاه ما تواجهه سوريا من إرهاب، وأكدت على ضرورة الحل السياسي. مراسلنا في الجزائر أمين بورحلة والتفاصيل. الرئيس بوتفليقة وفي عز الحدث الانتخابي في بلاده أراد أن يعرب عن ثبات الجزائر في دعم صمود الشعب السوري وأملها في أن تثمر جولة الحوار إلى حل الأزمة التي طال أمدها واشتدت. لو تم احتكام إلى إرادة الشعب السوري الشقيق، خصوصا بعدما تبلورت حقائق ثابتة كانت الجزائر مقتنعة بها، وأولها أن لا حل عسكري لأزمة من هذا النوع، ولا بد ولا بديل لحل توافقي تفاوضي يتم بين السوريين وبمساعدة الأمم المتحدة. مواقف الجزائر نابعة من عمق طبقتها السياسية والرأي العام. الخطابات الدعائية للحملة الانتخابية لم تخلو من التحذير والتنبيه لما يحاك ضد الدول العربية القومية المناصرة لقضايا التحرر، فأمن سوريا من أمن الجزائر وثباتها يفشل المخطط الغربي الداهم. موجودة في برنامجنا كل يعني العمل على مناصرة كل القضايا العادلة في العالم بما فيها إخواننا السوريين والدولة السورية، وبالتالي فالبرنامج حجب التحرير الوطني لا يخلو من قسط كبير وكبير جدا خاص بمناصرة القضايا العادلة في العالم. سوريا التي صمدت أكثر من 6 سنوات في وجه المؤامرات الخارجية تمر بنفس التجربة الجزائرية المريرة ضد الإرهاب. واضح تماما أن هناك دقة وهناك مبدئية بعيد عن أي شكل من أشكال الغوغائية وبعيد عن أي شكل من أشكال الشعارات. يأتي موقف الجزائر دقيقا مبدئيا للوقوف مع سوريا الدولة ووحدة الشعب ووحدة الأرض ضد كل المؤامرات التي تستهدف سوريا الدولة والشعب والأرض. حتى في خضم الحملة الانتخابية تبقى سوريا حاضرة في وجدان الجزائريين الثابتين على دعم اللحمة العربية في وجه مخطط التقسيم. أمين برحلة، الإخبارية السورية، الجزائر. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غنادي غاتيلوف أنه سيلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا في جنيف يوم الاثنين المقبل لإجراء محادثات بشأن سوريا، لافتا إلى أن الاتصالات مع ممثلي الولايات المتحدة هي في مرحلة الإعداد.
وردا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة حول سوريا في جنيف في المستقبل القريب، قال جاتيلوف للصحفيين اليوم في موسكو إنه من المقرر عقد اجتماع في جنيف مع ديمستورا في 24 من نيسان الجاري، وأن الاتصالات الأخرى هي في مرحلة التحضير. وأشار جاتيلوف إلى وجود برنامج يجري إعداده لعقد الاجتماع الثلاثي في جنيف بشأن الأزمة في سوريا. دعا وزير النقل والمواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لأجل الكرامة. تتعالى أصوات قادة ووزراء حكومة بنيامين نتنياهو المنادية بإعدام الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حتى تلبية مطالبهم المشروعة. الوزير في حكومة الاحتلال إسرائيل كاتس طالب بتنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى الحرية، هذا ما دونه على صفحته في تويتر بهدف تحقيق غاياته الإجرامية والعنصرية، كما دعا إلى ضرورة تفعيل مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست ليتناغم مع ما طرحه وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان عام 2015 الذي نادى بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين وفق سياسة تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق مع أسرى الجيش الأيرلندي عندما أعلنوا الإضراب لمدة 66 يوما وقتل في أعقابها 10 منهم، الأمر الذي يعني مباشرة الدعوة بإطلاق الرصاص على الأسرى الفلسطينيين. تصريحات كاتس الفاشية اعتبرتها وزارة الإعلام الفلسطينية شرعنة للجرائم ضد الإنسانية ودعوة علنية للقتل بدم بارد وإعلان واضح وصريح لموجة إرهاب وتنكيل واسع بحق الأسرى الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام لأجل الكرامة. إشهار سيف الإعدام للأسرى الفلسطينيين من قبل ليبرمان وكاتس دليل واضح على وحشية حكومة نتنياهو وسط صمت مطبق مما يسمى المجتمع الدولي الذي يغض الطرف عن جرائم الاحتلال الصهيوني. لقي عدد من ضباط النظام السعودي مصرعهم إثر إسقاط طائرة عسكرية سعودية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة مأرب شرقي اليمن. مصدر عسكري يمني أكد إسقاط طائرة تابعة للنظام السعودي من طراز بلاك هوك ومصرع عدد من الضباط كانوا على متنها بينهم قيادات رفيعة. المصدر أشار أنه تم إسقاط طائرة بنيران المضادات الأرضية للجيش اليمني واللجان الشعبية على بعد 5 كيلومترات من مهبطها في معسكر تداوين. إلى ذلك اعترف النظام السعودي بإسقاط الطائرة ومصرع 12 ضابطا سعوديا كانوا على متنها بمحافظة مأرب. قتل شرطي وأصيب 3 آخرين بهجوم مسلح على حاجز أمني قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن المسلحين أطلقوا النار على القوات من أعلى المنطقة الجبلية المواجهة للحاجز، فبادلتهم القوات بإطلاق النيران حتى تمت السيطرة على الموقف وإصابة بعضهم وإجبارهم على الفرار. ذكرت صحيفة تايمز البريطانية نقلا عن بيانات لمؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد تحقق فوزا ساحقا بأغلبية تتجاوز 114 مقعدا في الانتخابات التي ستجري في 8 حزيران المقبل. ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية. فقد أصبحت المرشحة الوحيدة إثر انسحاب منافستها أندريا ليتسوم من السباق على زعامة حزب المحافظين. ها هي اليوم قد تحقق فوزا ساحقا بالانتخابات التي ستجري في 8 حزيران المقبل بأغلبية قد تتجاوز 114 مقعدا في الانتخابات بحسب صحيفة تايمز البريطانية ونقلاً عن بيانات لمؤسسة يوغوف لاستطلاعات الرأي. الصحيفة ذكرت أن مؤسسة يوغوف تتوقع حصول المحافظين بزعامة ماي على 382 مقعداً وحصول حزب العمال المعارض على 179 مقعداً والديمقراطيين الأحرار على 10 مقاعد والحزب القومي الأسكتلندي على 56 مقعداً وحصول آخرين على 23 مقعداً، وهو ما سيمنح الحكومة
أغلبية بفارق 114 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 650. يذكر أن المحافظين يسيطرون حاليا على 330 مقعدا بالبرلمان، وكانت ماي دعت إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، ويفترض أن تحصل على موافقة مجلس العموم البريطاني بأغلبية الثلثين لتتمكن من تنظيم الانتخابات. وصلنا لختام الظهيرة، تذكير بعناوينها. وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة تحكم السيطرة على مجموعة من التلال شمال شرق تدمر وتقضي على عدد من إرهابي تنظيم داعش. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يؤكد أن الدول الغربية تريد تدمير سوريا. وزير النقل الصهيوني يدعو لإعدام الأسرى الذين يخوضون إضرابا عن الطعام. ألقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.